les autres يكون عندهم هاد لي دوني دونك نقولوا بسم الله بور لا بروميير كيسيون اللي كانت في لانكس نيميرو 6 اللي هو كان عباره على كيو سي ام الوغ اول فكره قلنا بانه كما كنعرفوا التصحيح تيكون بالنسبه للمصحح واخا انا تتبان لي انايا نقطه المصحح تتبان ليه 6 نقاط اش يدير المصحح في هاد 6 نقاط تيعطيك هي جوج الا توفقتي في فغي ولا فو يعني كل جواب جاوبتي فيه فغي ولا فو انت كتجيب شحال نص نقطه ولا جيستيفيكاسيون عليها نقطه يعني نقطه ونص يعني الا قلنا 6 نقاط يعني كل سؤال فيه نقطه ونص يعني نورمالمون السؤال الاول نص نقطه على فغي ولا فو ولا جيستيفيكاسيون عليها نقطه اذا نفهموا مزيان اهميه لا جيستيفيكاسيون نقراو لا بروميير كيسيون نمشيو معاها دقه دقه الوغ قال لها بور لونتربريز كي اوبير سور ان مارشي دو كونكيرونس بور اي بارفيت شنو هما لي كونديسيون ديال ان مارشي دو كونكيرونس بور اي بارفيت لاتوميسيتي Excellent. La transparence. L'homogénéité. Parfait. La fluidité. La transparence. Oui, c'est déjà. La fluidité. Voilà. Donc, on a un cas. Projection. Voilà. Et donc, on a deux moments. Les gens se mettent en H. Et on a comme ça. Alors, la concurrence pure et parfaite. Là, on a l'adapté. On a le cours. لانه ماشي بالضروره غير حطونا لو ميم كي سي ام دونك خصنا نكونوا موجدين لاي حاجه تحطات كونكورونس بيغي بارفيت واش مارشي تيوريك ولا مارشي كومون بو دير واش سا مارشي تيوريك ولا ان مارشي ريال تيوريك تيوريك فوالا سا مارشي تيوريك شنو هو المارشي تيوريك الاخر اللي كاين عطوني شي مارشي تيوريك اخر كاين كاين جوج لي مارشي تيوريك اشنا هما مونوبول مونوبول فوالا واش ما واش هذا تيعني بان لي زون بانه هذا المارشي كونكورونس بيغ بارتي بانه ما كاينش كاع في الواقع نو يمكن انه يكون هضرنا على امثله كثيره اللي ممكن انه يلقى واخا هو صعيب يتحقق ولكن شنو هو المشكل اللي تيكون في هذا الكونكورونس بيغي بارفيت ماشي لي زونتربريز اللي هما اللي تنقولوا لهم فوزوز دو بري ماشي هما اللي تيحددوا الثمن اش يوقع لهاد لي زونتربريز يكونوا في كونكورونس بيغي بارفيت تيحكم عليهم المارشي بالثمن اللي بيخدموا به متفقين دونك تيكون الثمن حاكم عليهم متفقين دونك تيكون الثمن هو اللي حاكم عليهم في هاد لي دون اذا هذا من جهه اذا اول حاجه اللي غادي نفهموها هو انه تيكون عندنا كونكورونس بيغ بارفيت كاينه اون رياليتي ماشي ما كايناش ولكن صعيبه تحقق لانه كاينين شروط اللي تيتحددوا وفي هذه الحاله لي زونتربريز اش يوليو برونوز دو بري شنو هي برونوز دو بري يعني هما تيتفرض عليهم الثمن باش تفهموا اكثر هو فاش نحسبوا داك الكو مارجينال والكو توتال وهذا تيشوفوا على حساب لا مارج تربح لو كان ديالهم عاد تيحددوا داك البري غنرجعوا لذاك ليكزومبل اللي كنا هضرنا عليه اذا قلنا عندنا خمسات لي كونديسيون خصهم يتحققوا لاتوميسيتي لوموجينيتي دي برودوي لا ترونسبارونس لا موبيليتي دو فاكتور دو برودكسيون لا فلويديتي دو مارشي اشنا هي هذه المساله لا فلويديتي هي اي اونتربريز باغيا تدخل المارشي تيمكن تخرج كيما بغات متفقين حل واحد مشى ما دخلش المارشي عجبو الحال راه هو دخل ما كاينش دي باغيغ بزاف ما صدقاتش داك البروجي راه تيخرج بسهوله هنا من بعد عندنا لا موبيليتي هذيك الرابعه ما كنفهمهاش فوالا لا موبيليتي دو فاكتور دو برودكسيون نشرحها لكم بطريقه سهله هضرنا المثال ديال الكونكورونس بيغي بارفيت هو مول الفران التقليدي القديم كمثال قلنا جو بونس فاش كنا كنشرحوا الاطار المرجعي المره اللي فاتت الوغ فوالا الوغ تخيلوا معايا داك مول الفران كان عنده واحد المتعلم وداك المتعلم فنان وخدام مزيان جا عنده واحد اخر قال له فوالا انا جا واحد مول الفران اخر حل بلاصه نيت تما قريبه ويقول له فوالا انا راه جاي عندي وغنعطيك ثمن حسن واجي خدم معايا دونك هذاك يمكن يرفض يمكن يقبل يمكن يرفض يقول له لا انا بديت مع هذا السيد غنبقى معاه ما تيهمنيش واخا يغلط معايا واخا كذا انا راه واخا ما يعطينيش صالير كثير واخا ما يعطينيش انا راه وفي ليه راه هو الاول اللي علمني بار كونتر يمكن يتبع الاخر يقول لي لا صافي راه مزيان اذا اش يعني هذا بان بالنسبه للمارشي كومون بو دير تيمكن ان الناس اش يدخلوا واش وي ويخرجوا سون زوكا بروبليم يعني تي بحال فرقه الكره تلقى لعاب في هذه الفرقه هذا العام متفقين تجي فرقه تمشي سته دونك هذه هي لا موبيليتي دو فاكتور دو برودكسيون تيمكن واحد الماكينه مزيانه عند واحد البولونجري مثلا واحد شويه تيمكن نحيدوها يبيعها هذا لهذاك متفقين دونك كاينين بزاف يعني
يعني كاش يقول لك هاي هنايا لا سيركيلاسيون ديال لي كابيتو دي سالاري صافي دونك ما كاينش دي بارير يعني ما كايناش شي كونطرا تقول هذا ما تمشيش عند هذا كذلك لا ترونسبارونس يعني كاع المعلومات ديال داك البرودوي تنكون حنا عارفينهم مسبقا يعني عارفين باش مقاد الخباز عارفين باش كلشي دونك هذا من جهه لوموجينيتي دو برودوي كلهم تيبيعوا لي ميم برودوي او تيعطيو لي ميم سيرفيس وعندهم لي ميم كاركتيرستيك وهاد لوموجينيتي الا شويه كتكون صعيب تدار هاد لاتوميسيتي كي قلنا تخيلوها بحال لاتوم بحال لاتوم يعني كل واحد لاتوم اشنو هي تتكون تلقى ديك النواه ديالها لو نوايو وداك لو نوايو تيكونوا دايرين به مجموعه ديال اش ديال الذرات صافي دونك هنا مول الحانوت ولا كل واحد عنده بلاصه ديال دايرين به لي كليون تاعو دونك دي مانيير ديريكت الوغ هذا من الامور اللي حنا خصنا نكونوا فاهمينهم كبدايه صافي مزيان ما كاينش مشكل سكرا فوالا الى تحققوا هاد خمسه الشروط تنهضر عليها ايش كونكيرونس بيغي بارفيت الوغ لي مارشي ريال اش يوقع فيهم كل مره تيصح شي تتصح شي حاجه من هادو تتصح شي كونديسيون داكشي علاش نقولوا لا ترونسبارونس ما فهمتهاش مزيان فوالا لا ترونسبارونس انه كاع هادوك المنتوجات اللي عندنا يمكن لينا نعرفوا المعلومات ديالهم كيفاش تصنعوا اشنو هما لي برودوي تتبان مثلا في الا شريتي الحليب ولا شريتي شي منتوج تلقى فيه المكونات وهذا دونك هذا تيعني بان كاع هادوك المنتوجات راه بامكانك انك تعرف عليهم جميع المعلومات اللي انت باغيهم صافي سي كلير باين وي مثلا الا جينا شفنا كاينه واحد لا كونكورونس مثلا اشنو هي لا كونكورونس دابا بيغي بارفيت وكاينه لا كونكورونس امبارفيت شنو هي امبارفيت ما متكافئاش ما متعادلاش يعني كاين واحد الغلبه مثلا عند المونوبول تيكون واحد سي بون سي بون دونك تيكون عندنا ان سول اوفور فاس ا بليزيور دو موند الو فوالا عندنا من بعد اش لوليغوبول لوليغوبول الو انكيوز واش كل عندهم مشكل في الصوت شباب حاولوا اللي تهضر في التليفون يدير ميي نطونطو فوالا فوالا الوغ لاحظوا معايا من بعد عندنا لوليغوبول الوغ متى نهضر على لوليغوبول هنا تيكون عندنا بو دو كما قلنا اش يعني عدد قليل ديال لي زوفور مع بزاف ديال لي دوموندور اش يمشي هنايا في هذا لوكا فوالا الوغ في المونوبول لوليغوبول تتمشي واحد الحاجه هي اش هي لاتوميسيتي شنو لاتوميسيتي هي بليزيور اوفور فاس ا بليزيور دوموندور يعني ملي تطيح لاتوميسيتي الا بقى ليا غير واحد اوفور واحد راه تنهضر على مونوبول بقاو ليا كيلكو زوفور بحال كيوقع في اتصالات المغرب اوليغوبول فوالا تنقول اوليغوبول اوليغوبول فيه جوج انواع خصني نكون عارفهم كاين دو بي يعني تيتفقوا صافي و تيكون عندهم واحد لونتون تيكون عندهم واحد الاتفاق على الثمن وهنا دو كار يعني تيكون بيناتهم سميت كار ماشي محاولين ماشي عايزين السيوفا تيتقاتلوا ولكن مقاتلين في الثمن سي بون مقاتلين في الثمن بمعنى كل واحد تينزل الثمن بهذا الشكل عاد عندنا لا كونكيرونس اش مونوبوليستيك هاد لا كونكيرونس هادي اشنو هو الفرق ديالها الوغ هنا تتمشي فيها لوموجينيتي ديال لي برودوي دونك ما تيكونش عندهم لي ميم برودوي دونك تيعتمدوا في هاد لا كونكيرونس مونوبوليستيك كل واحد تيكون مونوبول في البرودوي ديالو متفقين يقدر تي يعني حنا كي قلنا المونوبول راه فيه بزاف د النواع سي بون دينوفاسيون ولا ليغال ولا هذا دونك هنا على العموم لا كونكيرونس مونوبوليستيك اشنو هو الفرق تيحترم دوطخ كونديسيون ولكن اش يكون فيها تلقى كل كاينين بزاف تيبيعوا دي برودوي ولكن كل واحد هو مونوبول فاش في داك لو سيرفيس اللي تيديروا اذا هنا تتمشي لوموجينيتي ديال لي برودوي ما تيبيعوش لي ميم برودوي دونك تيعتمدوا على ايش على لا ديفيرونسياسيون صافي وي ديان بارفيت الوغ رجعوا للكيسيون ديالنا الاولى ومنها نفهموا لان الهدف ديالي علاش حنا بالضروره واش غيحطوا لنا لي ميم كيسيون ولا دونك ماشي بينا نجاوبوا دغيا على السؤال لان في الواقع راه انت فاش غتكون في الوطني راك غتجاوب بواحد الطريقه اللي غتكون سريعه الوغ هنا نجيو دابا لا بروميير كيسيون دونك بور لونتربريز كي اوبير سور ان مارشي دو كونكورونس بور اي بارفيت لا كونتيتي اوبتيمال دو برودكسيون اي تاتانت كون لو كو مويان اي ايغال او بري دو مارشي واش هاد الهضره صحيحه لا ياك عقلتو على هاد التمرين هنا هو بالضبط ولا لا عرفتو علاش انا هضره هنا فاش نديرو داك الطابلو ديال لو كو مارجينال كو مارجينال ولا كونتيتي فوالا دونك هذا هو انا واش كلشي عارف هاد الطابلو اش نهضروا ولا نمشيو ليه حسن مسيو انا مانيش عارفه الطابلو اللي كتهضروا عليه فوالا حنا نمشيو معاه والو صافي
تشوفوا هذا الطابلو اللي قدامكم دابا. هذا الطابلو اش جاو داروه هنايا مثلا من هاني تنعاودوا نرجعوا ليه ونفهموا علاش. وكي قلنا نيت حنا الصراحه خصنا نرجعوا لهذا الطابلو ونفهموه لانه كاين عندنا احتمال ديالاش انه يتحط لينا فاش في الوطن. كاين واحد الاحتمال كبير انه يتحط لنا بحال هكا في الوطني. علاش؟ لان لي كور قلالو دونك يمكن يديروا دي تيتاي اكثر. الوغ لا كونكورونس بيغي بارفيت لانه كيف ما تشوفوا هو بحال هنا هو راه قالوا لينا هذا لو مارشي مثلا قال لك لو مارشي ديالاش تيهضروا على مارشي دو كوا دو بون ديال التفاح اش قال لك ديال فاس بولمان. الوغ سو مارشي بوتيتر كاليفي سي بون كوم مارشي دو كوا دو كونكورونس بيغ اي بارفيت كيرمزوا ليها اختصارا باش سي تي. الوغ اش جاو داروا هنايا؟ جاو هاد الناس يديروا دي زيتود. الوغ فاش داروا لا كونتيتي دونك حيت تعرفوا ديما عندنا لوفر وكاينه لا دوموند. لوفر سي اون فونكسيون اش كرواسونت افيك لو بري صافي لا كونتيتي دونك غادي كرواسونت. وبالنسبه لا دوموند تتكون اش دي كرواسونت دي كرواسونت. شوفوا معايا هنايا الوغ باش ما انا طلعت لا كونتيتي اللي بغيت شفتوها 5000 ل 7000 شوفوا البري اش واقع له 12000 15000 البري تيطلع. ولكن شوفوا مع لا دوموند باش ما كانت لا دوموند كبيره دونك البري تيكون اش صغير. دونك لا دوموند مع البري اش واقع لهم معاكسين. يعني هنايا البري تيطلع لا دوموند اش دايره غادي تنزل لك. شاش نقولوا لوفر راه كرواسونت ولا دوموند راه دي كرواسونت. اش يكون عندنا الهدف ديالنا؟ خصنا نلقاو سكون ابيل اش لو بري ديكيليبر يعني الثمن اللي غيكون متوازن مع السوق اللي حنا الا بعنا ما غاديش نضروا الكليان. حيت هنا في لا كونكورونس بيغي بارفيت الا تحققوا الشروط ديالها شكلشي يستافد يستافد الكليان. لانه حيتاش قلنا على لي زونتربريز تيكونوا اش برونوز دو بري تتفرض عليهم اش الثمن. دونك تيكونوا برونوز دو بري يعني هما تيتفرض عليهم الثمن. علاش تفرض عليهم الثمن؟ حيت هما تيعمروا هاد الطابلو بحال هكا. اذا اش غنجيو نديروا هنايا؟ جاو عطاونا لو كو دونك هذاك الطابلو اللي حطوا لينا ها هما جاو داروا هنايا في الاول قال لك لا كونتيتي كوميرسياليزي هو قال لك لو كو توتال. كيفاش نحسبوا لكم مويان الشباب؟ لو كو مويان هو الكو توتال على الكونتيتي. فوالا شكون اللي حافظها شكون اللي فاهمها؟ علاش قلنا الكو توتال على لا كونتيتي؟ انا حافظها وصافي. فوالا غنفهموها غنفهموها نقول لكم بطريقه بسيطه. شريت 10 ستيلوات ب 50 درهم. شحال ثمن كل ستيلو؟ يا 50 قسمة 10 فوالا. علاش؟ دونك 10 السيلوات هذيك هي لا كونتيتي اللي شريت. و الكلفه الاجماليه ديالهم. الوغ لو كو مويان باش تعقلوا حيت الا فهمناها صافي ما باقيش غنتبرست معاها صافي مزيان. الوغ لو كو مويان اشنو هو؟ دونك بكل بساطه اش غيكون هو؟ غادي ناخذ هاد 15000 وغادي نقسمها على ايش؟ على 5 فوالا على لا كونتيتي. ردوا البال هنا راه لا كونتيتي بالطون. الوغ هنا شحال بيكون عندنا لو كو مويان ديال دونك شحال بيعطينا؟ 3000 3000 وبنفس الطريقه غادي ناخذوا شحال؟ 16000 مقسومة على 6 اللي هي 16800. 16800 مقسومة على 6 شحال بتعطينا؟ 2800 2800 2800 فوالا. الوغ هنا من جهه اخرى عندنا 16000 دونك 2800. احنا غاديين نحسبوا لي دابا القيمه الاخرى شحال بينا نلقى. ماشي واش ماشي مشكل خرجت لنا الفيرغول. ولكن واش عطات الفيرغول في شي وحده هنا؟ هادي تاع 18000 مقسوم على 7. ممكن تكون تخلي واحد جوج الارقام مورا الفاصله ماشي مشكل. كاينش اون غايد دونك الا عطات الفيرغول غادي نخدموا عليها يا با سوسي. الوغ الا جينا دابا هنا غادي نلقاو 18000 مقسومه على 7 شحال تعطينا هنا؟ دونك 2571.42 فوالا 2571.42. الوغ من بعد 19000 مقسومه على كتساوي 2111.11 فوالا. من بعد عندنا هذه سهله ما فيهاش مشكل. عطاتنا اش؟
2500 هذه حتى هي دغيا فما فيهاش مشكل بطاطس انا شحال 3000 وهنا 42000 هذه غنحسبوها شويه 3500 اش تلاحظوا شوفوا معايا الكومويه يعني هما في الاول راه كان غادي دونك داك يعني لو كومويا هو بشحال تقام تقام علينا كل طن في الاول بدا ب 3000 ونزل نزل نزل حتى ل 2111 ولكن من بعد منين كثرنا لا كونتيتي ولا تيتقام علينا لو كوب بثمن اللي هو كثر بريسك هذه القضيه عرفتي متى غتبان لكم سمعتوا مؤخرا فاش كانوا تيهضروا في الامريكان على انهم تيقول لك البرميل بناقص تيتباع بثمن ناقص قلتوا عليه نعم شكون اللي سمع هذا الخبر فوالا واحد لقيته سمعتها انا واحد لقيته كانت تتباع البرميل بثمن ناقص علاش كانت تتباع بثمن ناقص كانوا تياخذوا مثلا ما كنسمعوش مزيان دابا مسموع لا واش كلشي عنده المشكل في الصوت نو انا عندي نسمعك مزيان واش لا شكون عندهم مشكل مزيان pour les autres très bien شكون اللي باقي عنده مشكل في الصوت بالنسبه شكون اللي عطى لا رمارك صافي دابا واضح très bien alors الى رجعنا للمعطى الثاني هنا دونك لاحظوا معايا هنايا دونك يمكن تلقاو بارفو بحال دابا هنايا كاينين دي بيتي بروبليم في الكالكول ولكن نتوما ملي تحسبوا راه لو كومويا راه باين اش قلنا هو لا كونتي بحال دابا هنايا لاحظتوا حنا حطينا 2111 هما جاو حطوا 2000 ما نتيواش فيهم بزاف صافي غتخدموا ب 2111 هذا كاين يعني غير الحساب دونك كاين شي خطا في الحساب عنده هنا صافي ما يبرزكمش بزاف دونك دوزو معايا دروكا العلاقه الثانيه هنا بينا نحسبوا باش ما ناخذهمش دونك نرجعوا بعدا للمساله اللي كنا تناقشوا قبيله الامريكان مؤخرا فاش النفط ما بقاش يشري حتى حد الوغ دوك البلايص اللي محطوط فين محفوظ داك النفط غيتقام عليهم غلا الا بقى عندهم دونك تيخصهم اش يخرجوه الوغ تيوليو هما اش تيقول لك يراجي حنا الترونسبور على حسابنا حنا نعطيوك نفس يراجي خويا علينا دونك تيوليو هما تيقول لك حنا نخلصوا الترونس حيت غيخسروا كثر الا بقى عندهم داك النفط في عندهم حاجه اخرى وقعت نيت في امريكا مؤخرا الحليب فاش يلاه بدات هذه الازمه كورونا فاش بداو تيحبسوا الخروج ما بين يعني ما بين بلاصه وبلاصه وقعت حتى السونترال داك العام فاش كانت وقعت المقاطعه في نفس الوقت الوغ اش يوقع هنايا ما باقيش يلقاو كيفاش حد داك الحليب عنده واحد المده معينه فاش يتحفظ حيت خصو يتحول من بعد المواد اخرى ولا هذا الوغ هنا ملي تيوقع هذا المشكل دونك داكشي علاش الا كثرت لا كونتيتي بعض المرات اش يوقع تيولي التكلفه ديال انك تحافظ عليها تتولي اش كبر داكشي علاش يتفهم هنايا بانه راه الثمن غادي لكم وهي غادي ينازل ولكن واحد لقيت الا زدت لا كونتيتي راه ماشي بالضروره وقت ما انا نتجت كثر راه انا لو كومويا راه غادي نربح اش كثر نجيو دابا لسكون ابيل اش ياك صافي نفهم دابا الباساج الاول ما فيهش مشكل وي تري بيان دابا لو كو مارجينال فوالا الوغ لو كومويا اش دير انا بغيت نسولك على لي ليكتور ديالو على ليكتور ديال الكومويا فوالا لا ليكتور ديال لو كومويا انا نورمالمون سي سامبل يعني اش la lecture je vais vous la donc le prix d'un ton donc de la quantité par exemple d'un ton donc là on attend on a là le pomme donc là le prix ou là le coût les tons je vais vous le prix rangoul le coût d'un ton de pomme donc et de صاف باينه ما فيها شي حاجه كثير باينه هذه ديريكت صافين مثلا فاش dans la région كتقول ليه حيت التمرين علاش يهضر لينا على donc elle a la région d'Yalesh Fes Boulmen au moins d'octobre et n'est-ce pas c'est dit donc la lecture dit mais fait est territoire fin tarte les wafad hala la question parce qu'on boule ou had la lecture قليلة تكون هنا في هذا السؤال لان هنا تتعمر لي كالكول ولكن الا عطات مثلا حيت ممكن يحط لك ايكادر هذاش غتقول له لو كو دان تون تو سامبلومون دو بوم دون لا ريجيون دو فاس بولمان او موا دوكتوبر سي بون et deux شحال هنايا par exemple على حساب داك لو كو سي لا كونتيتي كوميرسياليزي اي دو 5 طن صافي دونك تقول لي هكا ديما تزيد في الاخر تزيد لا كونديسيون ديال سي وي شباب بغيت غير نقول لك زعما بلي ما كتكونش كثيره هذيك لا ليكتور قد ما كيسولونا بزاف على لا ليكتور تاع لو بروسيس ليبر
فوالا حيت علاش يمكن تجورناليزي اي كومونتي لو بري ديكيليبر فوالا تتقول شنو هو الكومونتير ديال بري ديكيليبر هو اللي تحط في السؤال امتى تلقاو البري ديكيليبر صافي هو اللي تحطني في السؤال يعني فاش تحاول دير ان ايكيليبر بيناتهم الوغ الا جينا حنا ضرباش عطونا هنا لو كو مارجينال الوغ كيفاش غنحسبوا لكم مارجينال انا ندير لكم ان سامبل اكزومبل الوغ لو كو مارجينال هو اش هو لا فارياسيون ديال لو كو لا فارياسيون ديال لا كونتيتي اكسلون فهمتي هذه المساله اللي تقال دابا لا فارياسيون ديال لو كو لا فارياسيون ديال الكونتيتي كلشي فهمها وي ولا فارياسيون ديال كي الكو واش الكو توتال ولا الكو مويان كو توتال فوالا بمعنى هنايا انتم نعطيكم نكتب العلاقه بصفه عامه غايقول لك سي دو تي 1 موان سي دو تي 0 قسومه على لا كونتيتي 1 موان لا كونتيتي 0 بمعنى في الاول ما تيكون والو ما غنهضرش لان ما عنديش داك سي دو تي 0 دونك تخليوها لي ما غاديش تلقى اون مارج حيت ما عندكش علاش تباز دونك حيت ديما تنقول اون فارياسيون تنقارن مع شي حاجه اللي سابقه الوغ الاولى ما غنكتب والو دونك يا با دو فارياسيون دونك اون بو ميم متر ان بيتي 0 صافي دونك هنا اش بيكون عندي دونك اش غتساوي لو كو توتال هنايا شنو هو 16000 و 800 ناقص 15000 مقسومه على 6 ناقص 5 الى حسبناها هنا غادي تعطينا 1800 وهكا غادي تمشي في التمرين كامل يعني تقريبا وغزمون في هذا التمرين راه كلهم غتقسم على واحد الا هنا غتقسم على ايش غتلقى 9 ناقص 7 غتعطيك شحال جوج حيت هنا غتقسم على واحد هنا عاوتاني 7 ناقص 6 غتقسم على ايش غتحسب هي الفرق تقسم على واحد هنا عاوتاني غتحسب الفرق وغتقسم على جوج ما تنساش بقاتنا 10 دقائق وغنلونسيو لو دوزيام غيون صافي داكوغ غندوسيو لا دوزيام غيون جو ميكسيس الوغ هنا غيكون عندنا بهذا الشكل الوغ هنا من بعد اشنا هي لا غوسيت دونك لا غوسيت بكل بساطة غنخليوها أبار ما غاديش نحسبوها دابا لأن باقي حتى نحسبو أش هنا حنا غاديين دابا مع ليكزارسيس ديالنا إذا خدينا لو كو مويان كامل خدينا لو كو مارجينال فوالا ألوغ هنا غادي نلقاو واحد لا دوني أش عطاوني في التمرين غتكون في المعطيات بأنه حددو أش لو بخي d'équilibre donc le prix de vente alors le prix de vente حنا غنجيو نشوفو فين غنلقاو le prix de vente normalement هو هذا اللي ما تيتبدلش فوالا alors هو هذا la recette h moyenne يعني هما راه بحال قالوا لينا فوالا راه غادي يتباع باش ب 6000 اذا شفتوا هاد la recette moyenne donc كل اش حطوا لينا un seul prix يعني هو الثمن باش كيتباع ومنين جبدناه normalement مناش من الطابلو الاول الاول فوالا الطابلو الاول هو فين تتقاد اش لا كونتيتي معاياش مع لا دوموند فوالا لا كونتيتي يعني فين تلقاهم قد راه تما فين تلقى داك لو بري علاش باش تفهموا اكثر انا باش تفهموا حتى هذا الشكل هذا اللي قدامنا هو فاش يكونوا منازلين شتو هو هذا المنحنى ديال اش هذا في نظركم هذا اللي هابط هذا لا كورب ديال اش لا دوموند وهذا لا كورب اللي طالع ديال لوفر الوغ تيتلاقاو في هاد النقطه هي بالضبط اللي هنا غتعطينا البري ديكليبغ اللي هو اش 6000 وبطبيعه الحال لا كونتيتي ديكليبغ اللي هي شحال 12000 اذا داكشي علاش تنجي تنعمر هنا في الاول اش لا غوسيت اش موين هي الاول فوالا اش غنمشي دروكا لا غوسيت توتال كيفاش غنلقاو لا غوسيت توتال ياك متفقين لا غوسيت موين تنجبدها فين تيتلاقاو من الطابلو الاول اللي تيعطوني لا غوسيت توتال كيفاش غنلقاوها الوغ لا غوسيت توتال لا كونتيتي la quantité fois le prix de vente. Voilà, il y a la recette totale, il y a un ton. Et nous avons dit 5, donc on a 6000, on a 30000, on a 36000, on a 36000, تفقين وهادي وتنولي نعرف كيفاش نحدد داك لو بري دو فونت اللي هو فين تيتلاقاو هادوك بجوج الوغ نورمالمون دابا هي لا غوسيت مارجينال اللي هي بكل بساطه بلو ميم برينسيپ بمعنى اش هنا غادي ناخذ 36000 ناقص 30000 باش تعطيني شحال 6000 وهنا عاوتاني اش دونك 42000 ناقص 36000 غتعطينا 6000
وهنا غادي يكون هذا الفرق 54000 ناقص 42000. هنا كاين واحد الخطا حتى هنا خصها تطلع شحال 6000. فوالا علاش حيت هنا راه قسمنا على ايش على جوج. ردوا البال في هذا الدوكيمون راه هو لو بلوز يوتيليزي وفيه كيلكو زيرو. دونك هنا راه تاهي عاصيه في الغوسيت مارجينال شحال 6000. اذا اش غنجي ندير دابا في التمرين ديالي؟ غادي نشوف لو كو لو ريزولتا ديالنا. الوغ شنو هو الريزولتا؟ اذا اش قلنا لا غوسيت هي بشحال بهنا صافي، ولو كو هو بشحال تقام علينا داك المنتوج. الوغ لو ريزولتا ديالو هو الفرق بيناتهم. اذا بمعنى شنو هو الريزولتا اللي غادي نهضروا عليه؟ بكل بساطه هنا لو كو دونك الريزولتا توتال. الوغ لا غوسيت توتال هنا شحال؟ 30000. متفقين؟ نقصنا منها 15000 شحال عطاتنا؟ 15000. هنا شحال عطاتنا؟ 36000. الى نقصنا منها 16800 غتعطينا شحال؟ 19000 و 200. نورمالمون غيكون الحساب غادي بحال هكا الا ما كانش اوكين ايرور. اذا اش يجيو تيقولوا لي هنايا؟ الوغ فين لقينا اعلى ريزولتا؟ فين تيكون هذا الريزولتا؟ شوفوا معايا البلاصه. دونك اعلى ريزولتا لقيناه، يعني قمه الربح اللي جبنا كاين هنا، حيت هذه راه اصلا خطا، هذه ما خصهاش. دونك فهمتوا العمليات؟ الوغ منين جينا لهنا اش تلاحظوا معايا اش واقع؟ الغوسيت مارجينال قلت اش؟ قلت لا غوسيت موين، قلت لو كو مارجينال. الوغ بصفه عامه السؤال اللي جاو طلبوا مني نعاودوا نرجعوا ليه. صافي دابا مفهوم هذه المساله تاع المارشي دو كونكورونس بيغي بارفيت؟ مفهوم. صافي ما فيهش مشكل؟ لا مزيان بارفي. الوغ نرجعوا للناسيونال ديالنا ونجاوبوا على السؤال الاول. اذا هنا قال لك بور لونتربريز كي اوبير سور ان مارشي دو كونكورونس بيغي بارفيت لا كونتيتي اوبتيمال. شنو هي لا كونتيتي؟ يعني الماكسيموم اللي يمكن لي ننتج ونجيب الربح معاه. الوغ دو برودكسيون تاتانت كون لو كو مويان ايت ايغال او بري دو مارشي. واش هاد الهضره صحيحه؟ لا لا لا. واش حيت لو كو موين تساوي البري دو مارشي؟ لا لا فو. علاش؟ على حسب هادشي اللي شفنا دابا. كون لو كو مارجينال. الله يعطيكم الصحة، تخي بيان. مين كيتقاد اش؟ لو كو اش؟ مارجينال. صافي؟ ردوا البال لو كو موين راه تنديروهم بجوج ماجيسكول. لو كو مارجينال تنرمزوا ليه بالسائم، وباش تفاداو كاع المشاكل كتبوهم. صافي؟ دونك هنا اشنا هي لا جوستيفيكاسيون غنقول ليه؟ دونك بور اتاندر لا برودكسيون اش اوبتيمال دون زان سي بي بي نو دوفون افوار اش خص يكون عندنا؟ دونك لو كو مارجينال يكون تيساوي اش؟ بري دو مارشي. مارشي فوالا البري دو مارشي. اذا الى رجعنا لهنا راه غتلقاو نفس المعطى اللي جاو هضروا عليه في هذا لوكا. يعني تتقلب فاش يكون اش؟ لو كو مارجينال فاش يتقاد معايا اش؟ هو لو كو مارجينال فاش يتقاد معايا اش؟ مع البري ديال اش؟ ديال مارشي. صافي نهار تيتقادتو هذيك راه هي اش هي لا برودكسيون ماكسيم. صافي دونك هنا 12000 نورمالمون هادي راه هنا كاين اي بيتي ايرور. هادي راه نورمالمون غير 6000 لان ملي غتحسب الفرق بين هادي وهادي غيعطينا 12000 ملي غنقسمو على جوج غتعطينا 6000. دونك 6000 هاد لا غوسيت مارجينال غادي نقسم منها لو كو مارجينال. دونك 6000 ملي غنقسم منها بليتو فوالا 6000 غنقصوا منها شحال؟ خمس. دونك سمحوا لي لو كو توتال. لو كو توتال دونك لا غوسيت توتال. دونك ملي غناخذوا 54000 دونك حيت 54000 وغنقصوا منها 19000 دونك راه غتعطينا فالور اللي هي اقل من هذه ولا بحال هاني سي يعني صحيحه ماشي مشكل. ولكن نورمالمون حنا تنقلبوا على الوقيته فاش تيتقاد اش لو يعني لو كو مارجينال. صافي لو كو مارجينال قول لها هادي مزيان معاياش مع لو بري موي. الوغ هكا حنا جاوبنا على لا بروميييغ كيستيون. ندوزو لا دوزيام كيستيون اللي حطو في التمرين الثاني. الوغ لي غوسيت
Donc, les recettes voyage sont classées dans la rubrique DLH, DL revenu primaire DL balance de paiement. Et wesh les recettes de voyage, wesh vas-y, on a tableau en les revenus H primaire. Non, mais il est faux. Vite. Oui. Mais les revenus secondaires. Voilà, je n'ai pas. Et le secteur secondaire, wesh, ou le secteur DLH, DL les services. Service. Voilà, donc on a là, les recettes de voyage, le voyage, c'est un service. Angoulé, là, non, ils sont classés. Il y a vraiment peut-être que la justification, ah, tu dis que c'est là, tu dis que la drama, ah, c'est. J'ai eu d'abord le delta, je galulie, les investissements directs, étrangers, donc à destination d'un pays, risquent de dégrader, donc à terme, le solde de son compte des transactions courantes. يعني الاستثمارات المباشرة الخارجية اللي تيجيو دونك اللي تيتسمعوا الاي دي او دونك اللي تيكونوا في هذا البي دونك واش غادي يطروا شي مثل واحد الخطورة باش ينقصوا لو سولد ديالو في لي ترانزاكسيون كورونت فري او فري فري علاش حيت هذيك تجي شركة مثلا جات روما حلات عندنا هنا في المغرب اش يوقع اش تدير رونو الارباح ديالها تتصيفطهم لاش للشركه الام الشركه الام لين في البي دوريجين فرنسا فوالا دونك خصكم تقولوا لهم غير هذه الملاحظه غتقول ليه فوالا يعني لا سورتي ديال الدوديز فوالا تيضيع لينا شويه في هذاك لوكا داكشي علاش ماشي بزاف هو تتربح تتحل المشكل حيت في الكاريماجيك تتحل مشكل الشوماج تتحل مشكل الاستثمار تيدخلوا عملات صعبه كاين بزاف د الحوايج ولكن في نفس الوقت تيكون عندك مشكل